لي أسألك، كنت مدير فني لفريق المريخ السوداني في فترات سابقة، أديت بشكل كويس، ابتعدت عن الفريق فترة، رجعت مرة أخرى، والآن الفريق في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، تستعدون بشكل جيد في الفترة الماضية. قل لي رأيك في تشكيلة المريخ في الوقت الحالي، تجهيزاتكم لهذه البطولة أو الدور ده، دور المجموعات، الدور الصعب في دوري أبطال أفريقيا. أولا شيء رائع أن أعود مرة أخرى لفريق المريخ. كنت في المرة الأولى لدي روابط قوية جدا مع اللاعبين ومع النادي ككل، وكانت نحتاج لهذه الإعدادات لهذه المجموعات. هذا أمر جيد بالنسبة لنا جميعا. أنا سعيد وأتطلع للعمل مرة أخرى مع اللاعبين، ولدينا مباراة ونتمنى الفوز، ولدينا مباراة مع نادي الأهلي وأيضا نادي سان داونز وهو فريق قوي جدا، ولدينا منافس أيضا من السودان وهو فريق الهلال. هذه مجموعة قوية جدا ونحن متحمسين جدا، واللاعبين لديهم هذا الإحساس ونحن إيجابيين تماما.